لله. إنه مكتب أخلاق ومشكات إخاء، بث روح الحب والإحسان والتضامن. مكتب للدعوة السمحاء في مجتمع أودع الله لديهم أقدس المواطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم أمين. أهلا وسهلا وحياكم الله وإخواني وأخواتي كذلك في برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، كتاب كنوز الكتاب الرابع، ونحن ولله الحمد نكمل هذا المسيرة في الوحدة الثالثة. Welcome my brother and my sister in our Arabic program for non-native speaker. Today inshallah we have the unit number 3 from كنوز number 4, book number 4. طيب unit number 3 my brother is talking about and my sister is talking about أنواع الملابس. أنواع الملابس. What kind of ملابس or the kind of ملابس or the category or types of ملابس. يعني كل دولة وكل مكان لديه زي معين، لديه لبس معين. ففي السودان ليس مثل السعودية، وفي نيجيريا ليس مثل الفلبين وغيرها من الأماكن. فهنا هذه الوحدة تتكلم عن أنواع الملابس. طيب أنواع الملابس الدرس الأول، وكما قلنا لكم هي the kind of clothes or the type of clothes. عندنا الملابس القومية في السودان، okay the national address for Sudan. okay الملابس القومية في السودان. you see how to the list the men like this and the women like this. الرجال مثل اللبس هذا وهذا لبس النساء. طيب الملابس القومية، الملابس القومية في السعودية the national address in Saudis. okay الملابس القومية في الهند، وهذه في الهند. الملابس القومية في باكستان in Pakistan. الملابس التونسية تونس. okay والملابس القومية في نيجيريا، وهذه نيجيريا. والملابس القومية في مصر. والملابس أو ملابس رعاة البقر the cowboys هذول رعاة. والملابس الصينية Chinese. والملابس الأوروبية European clothes وغيرها وغيرها من الملابس، ربما الملابس الفلبينية، الملابس الإسلامية، الملابس الشرق آسوية، غيرها من الملابس، ربما يعني يختلف من مكان إلى مكان آخر. طيب نذهب الآن إلى الدرس الثاني ويتكلم عن أزياء الشعوب. The word of أزياء my brother and my sister it means the fashion. okay the fashion. ولذلك دائما نقول عرض الأزياء، عرض أزياء يعني the fashion show if I'm not to say. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ نقرأ سويا يا أخوان ويا أخونا بنسر، يلا نبدأ نقرأ. تختلف الأزياء والملابس باختلاف الشعوب والثقافات. فكل شعب ملابسه الخاصة به. أوكي فبعض الشعوب يلبس خيوة الثياب البيضاء ومع البضاع للرأس. يتكون من الطاقية والشماغ والعقال. أوكي أحسنت أخي أحمد هنا. والبعض الآخر يلبس البدلة ربطة وهناك من
أها الأبيض على الرأس. أوكي. وتتكون أها الشعوب الأخرى أها من قطعتين أها بنطال أو سروال. أوكي. أها وقميص أها ينزل إلى أسفل الركبتين. أحسنتم. طيب عبد الوهاب وبعض الشعوب أها البنطالة أها مع أها وهذا ملابس أها ينتشر بين الشباب. أوكي. أخي أكمل يا أخي. والبعض شيخنا والبعض يلبس مع البنطال مع البنطلون أها وقميص على على الرأس. فماذا يلبسون تلبسون أنتم بلادكم؟ جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. أحسن الله إليكم إخواني. أعيد فقط للتكرير، تختلف الأزياء والملابس باختلاف الشعوب. يعني the clothes is different same like the different of the people and cultures. يعني it different from one people to another people, from one culture to another culture. فكل شعب ملابسه الخاصة به. فبعض الشعوب some of the people يلبس الثياب البيضاء ثوب أبيض like my thobe now. Okay. مع غطاء للرأس. What is the cover of head? يتكون من الطاقية والشماغ والعقال. This is our national address. The Saudi address or we can say Khaliji address. Okay. We have شماغ. We have عقال. We have طاقية. Over the head. Okay. والبعض الآخر يلبس البدلة مع ربطة العنق. The neck one. Okay. Necktie. Okay. ربطة العنق نسميها. ربطة العنق. Yes. وهناك من يلبس الثوب الأبيض مع العمامة على الرأس. الثوب الأبيض white dress with عمامة. عمامة like Sudanese. Okay. Like عمان. Okay. This is we call عمامة. Like Afghani people. وتتكون ملابس بعض الشعوب الأخرى من قطعتين two kind قطعتين أو two parts. أوكي. بنطال وتتكون بعض ملابس الشعوب أو ملابس بعض الشعوب تتكون يعني consist of تتكون بمعنى consist of من قطعتين two parts بنطال أو سروال t-shirt and pants. أوكي. وقميص طويل ينزل إلى أسفل الركبتين like the Pakistani address. Sometimes the Pakistani address they have a long t-shirt we can say long and one pants. Okay. وبعض الشعوب تلبس البنطال مع القميص. Okay. Some of countries using the بنطال with ثوب. وهذا النوع من الملابس ينتشر أكثر بين الشباب. يعني the بنطال and قميص it's popular with the youngest we can say with the young people. والبعض يلبس مع البنطال والقميص قبعة على الرأس using the hat يعني like cat hat or something like over that. فماذا تلبسون أنتم في بلادكم؟ هنا kind of question what are you wearing in your country. طيب كيف أجيب؟ أجيب أحدث زملائي عن الملابس في بلدي. يعني إن شاء الله this is kind of homework for you in home. Go in home and talking about your dress, your national dress. الهندي كيف يلبس؟ والباكستاني كيف يلبس؟ والإخوان أيضا من الفلبين كيف يكون الزي؟ الزي السلطاني وكذلك الزي الذي هم يشتهرون به في بلادهم.
فكل شخص يتكلم عن حضارته وعن بلده. طيب نذهب الآن إلى الدرس الثالث. الدرس الثالث أصل بين الكلمة وضدها. أصل بين الكلمة وضدها. Between the word and the opposite. طيب خاص عام. أحسنتم. يعني خاص private or special. To make it public or general, I will say عام. The opposite of خاص. هذا فصل خاص. يعني only for the for you. فصل عام for all. Okay. أسفل. What's the opposite? أعلى. أحسنتم. إذن أسفل with أعلى. أسفل down. Up أعلى. طيب مهتم. مهتم. مهمل. Excellent. مهتم بمعنى interest. Okay. مهمل يعني is not interesting. هذا رجل مهتم وهذا رجل مهمل. يلبس. يلبس. Wearing something. How to say? Huh? Take out. We can say. يلبس. The opposite of يلبس. عليكم السلام ورحمة الله. يلبس. Huh? يخلع. يعني أحسنت. يلبس. يخلع. Okay. يلبس. يخلع. هذا هو المضاد لكلمة يلبس. طيب تختلف. ها لما أقول تختلف. تتفق. أوكي. لما أقول تختلف الملابس من مكان إلى آخر. تختلف difference. أريد أن أقول not difference. Same. تتفق الملابس من مكان إلى آخر. طيب كلمة كل. بعض. أحسنتم. بعض. كل. All. How to say a few? I will say بعض. أحسنت. أكثر. ما أقل. نعم. أكثر المسلمين في الدول الإسلامية. أقل المسلمين في الدول الغير إسلامية. وكان سي. أقل الطلاب في الفصل الفلاني. أكثر الطلاب في الفصل الفلاني. يعني في الفصل الألف for example. طيب. ينشر. يطوي. أحسنت. ينشر الملابس يعني make it separate. We can say separate or distributed something. ينشر الشيء. يطوي يعني make it as roll. We can say يطوي الشيء. إذن من هذا التمرين إخواني وكذلك أخوتي أخواتي تعلمنا كيف نصل بين الكلمة وضدها. بين الكلمة وضدها. التمرين الآخر أو التمرين الثاني أبحث عن الجمع في النص. أبحث عن الجمع. Where is the جمع؟ Okay, the plural. Okay. لدينا كلمة شعب. Where is the plural in النص في الارتيكلز؟ ما هو جمع كلمة شعب؟ شعوب. أحسنت. إذن كلمة شعوب. هذه كلمة شعوب هي جمع كلمة شعب. شعب one people one community. To make communities if I want to say by English I will say شعوب. طيب هذه الأولى. الثانية زي one dress. زي يعني for example هذا زي for me. طيب I want to say more than dress. Dresses. أزياء. أحسنتم. ولاحظوا في بداية العنوان أزياء. زي أزياء. هذا هو جمع كلمة زي أزياء. طيب نذهب. ثقافة. ما جمع كلمة ثقافة في النص؟ ثقافات. إكسلنت. وإن الشعوب والثقافات. إذن كلمة ثقافات. كلمة ثقافات. طيب أيضا نكمل. بلد. بلاد. طبعا جمعت كلمة جمع كلمة بلاد أو بلد بلاد. ولاحظوا عندنا هنا في السؤال الأخير بلادكم. أوكي أوكي.
وأيضا موجودة في بلدي، بلدي ون بلادكم، بلاد جمع كلمة بلد بلاد، هذه هنا جمع كلمة بلد بلاد، بلاد هي جمع كلمة بلد بلاد، لكن هنا كم في الأخير هذا ضمير متصل your countries. أوكي. طيب نذهب أيضا إلى كلمة ثوب، ما جمع كلمة ثوب؟ ها ها جمع أثواب. أوكي أثواب. أوكي جمع كلمة ثوب أثواب أو ثياب. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا هنا أيضا جمعها في النص ثياب، ثياب. طبعا هو نقدر أن نستطيع أن نقول على وزن أثواب، أوكي، وأيضا نقول ثياب، وهو الأفضل كلمة ثياب، ثياب من كلمة ثوب. طيب نكمل أيها الإخوة والأخوات، نكمل. أقرأ وأصنف، أقرأ وأصنف، خاص بشعب معين عام عند كل الشعوب. خاص يعني ها special private، عام all. أوكي طيب for example لدينا هنا العقال، this one هذا العقال خاص، ليس كل واحد يلبسه. أوكي the black one over my head. أوكي we call عقال، هذا خاص. بينما جوارب the socks. أوكي with all يعني سعودي أن سعودي can you wearing this so we call جوارب. أوكي عام. طيب what do you think about the word of حذاء the shoes؟ ها عام، عام نعم، إذا حذاء عام. طيب فستان عام، ممكن نقول عام وممكن نقول خاص للنساء، عام يعني حتى الرجال يلبسون الفستان، لا لا يلبسون الرجال، فنقول ممكن عام للنساء وخاص للنساء في ويرينج عند النساء. طيب جوارب جاوبنا عنها، عباءة عام للنساء وخاص أيضا للنساء، يعني العباءة لا تلبسها إلا النساء، لا يمكن للرجال، نعم. طيب برقع، you know the برقع what is it؟ ها when you cover يعني the wife or husband the lady cover الحجاب and there is only their eye يعني comes this area we call برقع. ها هذا خاص، خاص يعني for the Muslim ladies we can say or for special countries يعني like Saudi like that. طيب حجاب ها خاص للنساء المسلمات وعام يعني كل النساء المسلمات يلبسون الحجاب. طيب عمامة ها عمامة هذه ها the wearing of عمامة خاص، لا خاص لا يلبسها السودانيين، يلبسها الفلبين sometime، يلبسونها إلى الإخوان في أفغانستان، هذه العمامة خاص يعني. طيب الساعة عامة نعم. حلق أذن ها الإير رينج هنا هذا نسميه حلق أذن، خاص خاص نخاص النساء. سوار سوار فور يد ها خاص للنساء فور ذا هاند يوزينج وذ ذا هاند، سوار من الذهب أو سوار من الفضة وهذا يقال له خاص. يس طيب التمرين الرابع، أسجل ثلاثة أسماء لأشخاص من حولي وأصف لباسهم. أوكي طبعا على سبيل المثال هنا المعلم the teacher. أوكي like me now أنا معلم، ما لباسي؟ شماغ، عقال، ثوب، طاقية، حذاء. ما الألوان؟ شماغ أحمر، عقال أسود، ثوب أبيض، حذاء بني. أوكي البلد، من أي بلد أنا؟ السعودية، لباس السعودية. طيب هنا انظر ليلى يعني أي شخص ما هذا إن شاء الله هوم إن هوم إن شاء الله كان دوت إن هوم يعني ننظر إلى أخي أحمد فور إكزامبل أحمد طالب. أوكي ما لباسه؟ قميص وبنطال. أوكي ما الألوان؟ أبيض
وأزرق. من أي بلد هو؟ الفلبين. لبس الفلبين بهذه الطريقة. نأتي إلى عابد، أوكي؟ نأتي إلى عابد هنا، أوكي؟ طالب، من أين هو؟ ما لباسه؟ ثوب وحذاء. حذاء. ما الألوان؟ أبيض وحذاء بني. من أي بلد هو؟ ها؟ من السودان؟ لا، ليس من السودان، من باكستان، ولكنه يلبس الزي العربي. وغيرها من هذه الأخوان، يعني حتى بقية الأخوات أيضا، الأخوات يجاوبن بهذه الطريقة. طالبة، لبسها، الألوان للبسها، ومن أي بلد هي. طيب، التدريب الخامس: أقرأ وأكمل. تختلف باختلاف، تختلف باختلاف، يعني تختلف الملابس، تختلف الثقافات. طبعا here my brother I have to change the before with after, not to make it safer. يعني أقول تختلف الملابس باختلاف الثقافات، يعني the ملابس or the address change by what? By the culture. Okay, باختلاف by the difference of culture. Okay. طيب هنا يلا خلونا نجاوب هذا الشيء. تختلف الملابس، تختلف فصول السنة. يلا make it in one sentence. تختلف الملابس، ها؟ أحسنتم، جميل جدا. إذا أقول تختلف الملابس باختلاف فصول السنة، باختلاف. I have to change the word here. تختلف باختلاف، by the change of، باختلاف فصول السنة. طيب هنا تختلف المقاسات باختلاف الأحجام. المقاسات the measure. Okay. تختلف بماذا؟ باختلاف الأحجام the size. Maybe small, maybe large, maybe medium. So the measure is different. تختلف المقاسات باختلاف الأحجام. So here I have to write like this. تختلف المقاسات باختلاف الأحجام. طيب الدرس الرابع هنا يا أخواني في محل الملابس. الدرس الرابع وهو عبارة عن حوار يتكلم عن في محل الملابس. In the shop of dress. Okay. يدخل بدر وأبوه دكان الملابس. Okay. دكان the store. Okay. يلا we need Bansar and my brother عبد الوهاب. يلا Bansar. السلام عليكم. Okay. عبد الوهاب. السلام. عليكم السلام. Bansar. أجرب هذا القميص لو سمحت. لو سمحت. أها. تفضل. غرفة القياس. أوكي. هذا واشية. هل عندك مقاس أضيق؟ أحسنت. بلون أحمر. أوكي ممتاز. الألوان التي عندك. أوكي. أها. أها. بني. أها. وأحمر داكن. أها. فاتح وأزرق. أحسنت. أعطني من فضلك القميص الأزرق الداكن. أها. كم ثمنه؟ أوكي. 50 ريالا. شكرا لك. عفوا. ما شاء الله تبارك. شكرا ماي برادر وأيضا أخواتي هناك. أعيد للتكرير كما أخبرتكم سابقا. السلام عليكم وهذه تحية يا أخواني. وعليكم السلام. أريد أن أجرب هذا القميص لو سمحت. أجرب. ها. What does mean أجرب ماي برادر؟ Try, test. Okay. Okay. Try or test to see how is it. This we call أجرب. ماذا رد عليه البائع؟ تفضل هذه غرفة القياس. غرفة القياس ماذا تعني كلمة غرفة القياس؟ يعني fitting room. ثم عاد مرة أخرى الفتى بدر وقال
هذا واسع، هل عندك مقاس أضيق؟ هذا واسع، ماذا تعني كلمة واسع؟ big large vast okay. هل عندك أضيق؟ ها small narrow okay. The opposite of واسع أضيق. ماذا قال البائع؟ قال نعم لكن بلون آخر. ها yes but ها بلون آخر. What does mean that? Other color. Okay. سأله الألوان التي عندك، يعني ما هي الألوان التي عندك؟ What is it؟ ماذا أجابه؟ أجابه كالتالي، قال له عندي لون بني. بني ماذا يعني بني؟ ها براون excellent. وأحمر داكن. ها أحمر داكن. داكن my brother that mean dark yes يعني dark red. وأحمر فاتح يعني light red the opposite of داكن فاتح. وأزرق. أزرق ماذا يعني كلمة أزرق؟ blue okay blue أزرق بمعنى كلمة blue. قال الفتى بدر أعطني من فضلك القميص الأزرق give me the blue one. طبعا which one الداكن the dark one. كم ثمنه how much the price. أجاب البائع خمسون ريالا خمسون ريالا. شكرا عفوا أوكي شكرا عفوا. إذا من هذا التمرين أيها الأحباب وكذلك الأخوات تعلمنا كيف نقول واسع أضيق ألوان بني أحمر داكن أحمر فاتح أزرق وغيرها من العبارات التي تعلمناها من هذا التدريب. طيب الدرس الرابع أجيب عن الأسئلة من خلال فهمنا لما قرأناه. ماذا أراد بدر أن يشتري؟ ماذا أراد بدر أن يشتري؟ أراد أن يشتري ماذا؟ ها قميص. إذن هنا أراد أن يشتري قميص. What kind of قميص؟ I don't know now. I'm talking about قميص. أراد أن يشتري قميص. ما لون القميص الذي اختاره؟ ها ما لون القميص الذي اختاره؟ ها لونه اللون الأخير الذي أزرق داكن. لون القميص أزرق الدوك داكن. ما الألوان التي عند البائع؟ ما الألوان؟ What is the colors؟ ها الألوان التي عند البائع ها بني ها أحمر داكن ها أحمر فاتح ها وأزرق تمام جميل جدا. طيب أكمل من الحوار السابق complete from the dialogue. أريد أن أجرب هذا القميص لو ها لو what لو ها من ال dialogue من المحاورة لو من الحوار لو سمحت لو سمحت بليز اوكي ها هذه غرفة القياس ماذا قال له قبل هذه غرفة القياس تفضل إذا لو سمحت تفضل أعطني ها من فضلك القميص الأزرق من فضلك إذا هنا سمحت تفضل من فضلك ثمنه خمسون ريالا ها شكرا لك البائع ها عفوا. إذا from this exercise my brother we can يعني understand the polite word to use it in the يعني communicate with others يعني لو سمحت تفضل من فضلك شكرا عفوا. وهذا التمرين يا أخوان ما شاء الله تبارك الله يعكس لنا سماحة الدين الإسلامي يعني reflect the way of Islam okay. يعني ما شاء الله تبارك الله الدين الإسلامي علمنا كل شيء
علمنا كل شيء، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتى مكملا للأخلاق، يعني السلام عليكم، عليكم السلام، تبسمك في وجه أخيك صدقة. If you smile with in the front of your face of your brother, you will get صدقة. سبحان الله، يعني الإسلام مكمل للأخلاق. طيب، هنا يا أخوان سوف نتوقف لهذا اليوم في هذا الدرس، الدرس الرابع من الوحدة الثالثة. أسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. قلوا آمين، اللهم آمين. وأخيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت للدعوة والإرشاد محراب سنا، في العزيزيات أنت المكتب التعاوني، نشر دين الله طاعة لله.